إيقاف الاقتتال هناك ودعوة الليبيين إلى يعني بصراحة إلى الجلوس في أقرب وقت ممكن حول مائدة المفاوضات، لأنه ليس هناك أي حل آخر في للوضع في ليبيا. هذه من بعض الأفكار التي تناولناها، ولكن أيضا ستسعى تونس والجزائر معيا مع مختلف الأطراف الدولية الأخرى للقيام بكل ما يجب أن نقوم به للوقف الاقتتال والعودة إلى مسار المفاوضات. مرة أخرى أرحب بشقيقي وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم ضيفا مبجلا في بلده تونس، متمنيا له طيب الإقامة بيننا، ونتمنى أن هذه توليها يعني زيارات أخرى إن شاء الله، في سواء كان ذلك في الجزائر العاصمة أو في تونس. شكرا أخي العزيز سي خميس وزير الشؤون الخارجية التونسي. أعبر قبل كل شيء امتنان اعتزائي بوجودي اليوم بتونس القريبة جدا على قلبي كشخص كدبلوماسي. من الصعب أن أضيف أي شيء على ما أتى به السيد الوزير فيما يخص العلاقات الثنائية، هي متميزة وقابلة لأكثر من ذلك. احنا وفي الجزائر وأقول أنا شخصيا في استعداد التام أن نوطد أكثر إن كان ذلك ممكن، نوطد أكثر علاقاتنا الثنائية. والعلاقات الثنائية متميزة في جميع الميادين، سواء كان الاقتصادي، التجاري، القنصلي، الأمني، لأن كل التحديات تحديات مشتركة، نواجه نفس التحدي. الجزائر وتونس أقول بكل صراحة نحن على متن قارب واحد، إن كانت عاصفة ستمسنا الكل. أي خير يمس تونس يمس الجزائر، وأي خير يصب على الجزائر سيمس تونس مباشرة. السيد الوزير تحدث عن التحدي الأكبر حاليا هو الوضع في ليبيا بالطبع. أقول أن المبدأ بالشؤون الخارجية وبالسياسة الخارجية للجزائر أن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد حتى وإن كان شقيقا، ولكن في الحالة في ليبيا قد يمس الأمن والاستقرار للبلدين تونس والجزائر بالخصوص. إذن أنا أشاطرك على النداء، وأضيف أن كذلك مع سي خميس ندائي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا. أقول لا حل عسكري، لغة المدافع لابد أن تنتهي، ونرجع إلى طاولة والليبيين الليبيون قبل كل شيء ما بينهم للحوار الليبي الليبي لحل جميع المشاكل، وبدعم وتأييد الدول الجارة والمجتمع الدولي بالأمم المتحدة ومن غيرهم الذين يشاركون في حل المشاكل في ليبيا. أقول وأضيف شيئا مهما، لا أقبل ولن أقبل أن عاصمة عربية ومغاربية تقصف ونحن نبقى صامتون. هذا مرفوض مبدئيا. على لغة المدافع تنتهي وتنتهي في أقرب وقت. وشكرا. إذا كان في أسئلة نعم فيش أسئلة فضل. سؤالين لأنه ما عادش عندنا وقت. فضل شكون اللي عنده فضل؟ نعم رفض، ما سمعتهاش أنا، ما سمعتهاش رفض. هذا يعني ما جاء في البيان وزارة الخارجية، هو رفض. لا أنا خارجية تونسية. لا ماشي أنا معناه. نعم سيد الوزير، كيف ستكون المحادثات في قادم الأيام يعني لتجنب الاقتتال الليبي، وخاصة أنكم معناها أكدتوا على الموضوع هذا؟ بضبط. لا هو بطبيعة الحال أنا سأعيد ما قلته، أن تونس والجزائر شيء طبيعي جدا كما أكد السيد الوزير لن نقبل
بأن يتواصل الاقتتال في بلد شقيق، أن الليبيين فيما بينهم يقتتلوا ونحن نتفرج. يعني بصراحة هذا يهمنا سياسيا، يهمنا أخلاقيا، ونعتقد من واجبنا أن نتحدث بنفس الصوت للأشقائنا الليبيين ونقول لهم مش معقول أنه ما تقوموا به هذا. وبالتالي احنا اعتقد في تناسق تام بين تونس والجزائر أنه لابد من الوقف الفوري للاقتتال، وأنه ليس هناك أي حل في ليبيا إلا حل سياسي يشمل كل الليبيين مهما كانت توجهاتهم، وأن الأمم المتحدة تبقى هي الراعية الأساسية لأي حل في ليبيا. أعتقد هذا منطقي، وانطلاقا كما قلت، كما أكد سيد الوزير، انطلاقا من حرصنا على أمن واستقرار الشعب الليبي، ولكن أيضا انطلاقا من مصالح تونس والجزائر ودول الجوار بصفة عامة، لأنه تواصل هذا الاقتتال من شأنه أن يخلق معناها عنصر إضافي لعدم الاستقرار لا فقط في ليبيا بل أيضا في كل المنطقة. نعم. ما لدينا إلا الدبلوماسية. نحن نرفض الحل العسكري لأنه موش حل ولا يؤدي إلى حل نهائي. كانش واحد رابح، نريد كل الليبيين والليبيين فقط أن يجلسوا وراء الطاولة، طاولة المفاوضات، ويحلوا مشكلاتهم كلها، وجميع الليبيين، أقول جميع الليبيين. ما علينا إلا مش فقط النداء، ولكن العمل والتنسيق، الضغط الدبلوماسي لكي نفرض على جميع الأطراف بما فيها الليبيين لكي يصلوا لهذا الحل السياسي، ولا حل آخر، لا يوجد أي حل آخر. أقول هذا نداء قوي، عندما تحترق بيت الجار، أقول حتى على المستوى الفردي، ما تبقاش صامتة، ما تزيديش الزيت على النار، تعملي باش تطفي النار، تطفي النيران وترجع البيت إلى أساسها. لا، هو حبيت نقول أنه سواء كانت تونس أو الجزائر، نحن في اتصال يومي مع مختلف الأطراف الليبية أنفسها، وأنا أتحدث باسم تونس، كل الأطراف يعني كلنا احنا باتصال بهم واتصلنا بهم، واحنا مش مع شق ضد شق آخر، وبطبيعة الحال مع كل الأطراف الدولية الفاعلة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول غير الأعضاء في مجلس الأمن المهتمة بشأن الليبي. نحن نسعى في إطار عملنا الدبلوماسي كما أكد السيد الوزير، سواء من خلال اتصالاتنا المباشرة مع الأطراف الليبية، ولكن أيضا مع الأطراف الدولية الفاعلة اللي احنا عن علاقات خاصة معها، لإيجاد الصياغة اللي تفضلت عليها للعمل من أجل وإيقاف وقف إطلاق النار. أولاً على مستوى الدعوة للاجتماع الثلاثي، هذا صدر منذ قريباً أكثر من أسبوع. نحن دعونا تونس والجزائر، هي الجزائر بادرت ونحن اتفقنا على ذلك أن يجتمع في إطار المبادرة الثلاثية وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن. ونحن الآن بصدد النظر في تاريخ، يعني في قبول مبدئي لهذا الاجتماع، ونحن بصدد النظر في تاريخ يتوافق مع أجندة ثلاثة الوزراء. دول الجوار أيضا، هناك حديث أيضا حتى على لم كل دول الجوار المحيطة بليبيا. بطبيعة الحال مكافحة الإرهاب والحرب ضد الإرهاب هذا موضوع أساسي، وهو عمل دؤوب يومي نقوم به سواء أعتقد في الجزائر أو في تونس،
يعني لمكافحة هذا خطر الإرهاب والتوقي منه. يعني هذا عمل يومي. شكرا.